من او علي انا البيض قال له لا تاكل باسبوع ولا اثنين، انا بالاسبوع اكل 14 بيضه من عمت عين ولا حكى هذا. من او عندنا الزبده الحيوانيه قال مو زين اكون دهون سائله نباتيه سائله، شذبوا علي قال لنا الالبان الدسمه لا تاخذوها حتى يبيعوها اسعارها غاليه جدا. اليوم رد احكي لكم على فيتامين منسي، فيتامين جدا مهم، فيتامين هواية ماكم يعرفون اصلا بس سامعين بهذا الفيتامين، فيتامين كي 2. شنو دكتور فيتامين كي 2؟ هذا مكمل لفيتامين دي. فيتامين شنو دي شنو شغله؟ فيتامين دي يجي ياخذ الكالسيوم من الامعاء من الاكل يوديه للدم، كالسيوم صار بالدم. فيتامين كي 2 شنو شغله؟ يشيله من الدم يوديه للعظام حتى يقوي العظام. زين اذا ما نقل شو يصير؟ عظامك تصير عندك هشاشه بالعظام، واذا بقى بالدم شو يصير؟ واذا بقى بالدم يصير لك مصيبه اكبر تصير. ليش؟ لان الكالسيوم في حاله يترسب داخل الشرايين، من يترسب داخل الشرايين يصير عندنا تصلب شرايين، تصلب الشرايين بعد التكتلات تصير عليها تصير عندنا سكته قلبيه. ففيتامين كي شو يساعدنا؟ يجي يشفط الكالسيوم الموجود داخل الشرايين يوديه للعظام، يخلص الدم من مواضيع تصلب الشرايين، هم يخلصنا من هشاشة العظام، هم يقوي العظم، هم يمنع السكتة القلبية. فأعزائي فيتامين كي كلش مهم. وين موجود دكتور هذا؟ سمعوا، يلا زبدة الحيوانية، ألبان الكاملة الجسومة واللحوم الدسمة والأوراق الخضراء. ليش السكتة القلبية زادت عندنا يوم ورا يوم؟ لأنه أربع